رايح فين يا حامد؟ استنى يا حامد لما مختار والرجاله يرجعوا. استنى يا حامد نيجي معاك. يا حامد ازاي تخلوه يمشي لوحده؟ مرضيش يستنى حد، وقلنا له يستنى لحد ما ترجعوا من العمليه، برضه مرضيش. ده ما خلاش حد يتفاهم معاه. بس انديل جري وراه قال ما ينفعش نسيبه لوحده. انديل يا نهار اسود ومنيل، حامد في خطر، لازم نروح له. خطر ايه يا مختار؟ ربنا يستر يا صافي. انا جايه معاكم. جايه فين؟ احتمال عركه الدور. احمدي هنا. مش هحمد يا مختار. ايوه هنيجي معاكم. بشار عقل مراتك. مش هعقلها، هتيجي معانا. كله يجهز يا رجاله، يلا بسرعه اتحركوا، طلعوا الخيل والسلاح وصحوا كل الرجال. في ايه يا انديل؟ حامد رجع البلد وانا عايز اقابل الجنرال بونابرت بسرعه. شكرا. احنا هنحاصر البلد من هنا ومن هنا ومن هنا. المدافع هتتوزع بشكل تاني. أول ما نسيطر على البلد المدافع هتخش هنا وهنا. مش عايز أي صرصار يخرج من البلد دي غير وهو ميت. مفهوم؟ مفهوم سيد الجنرال. وصل يا رجالة. الحمد لله على السلامة يا بطل. ربنا يشفيك أمك يا حامد. حامد أمه أمه محمد أمي بالك بالك يا أم يا أمه أمه يا حامد تعرف يا هترد علي خصني كده ولا ترد علي يا رب أمي لا يا رب يا رب أمي لا خد داري أمي لا يا أمه يا أمه يا ألف سلام عليها يا أخوي. أمي بتموت يا صافية. ألف بعد الشر عليه. أمك جمال يا حامد ما تنخش كده.